راح نتحدث اكثر عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستديو مدرب اللياقه البدنيه كابتن محمود العلي. كابتن محمود صباح الخير، اهلا بك. صباح الخير كابتن محمود. معنا يعني هاي الكروس فيت بدايه، هل هي قديمه جديده تم استحداثها جديد؟ ابتدت كروس فيت في امريكا سنه 2000، واحد اسمه جريج كلاسمان كان بيلعب جيمنيزيوم وكان صديقته بتعمل باور ليفتنج، فكانوا بيروحوا الجيم وبيتمرنوا، فحصل يظهر يعني ملل او من التمرينات المعتاده لكل واحد، فحبوا يغيروا فابتدى يعمل منافسه بينها وبينه، هما هي تعلموا تمرينات الجيمنيزيوم وهو يعلمها الباور ليفتنج. باور ليفتنج يعني رفع الاثقال. رفع الاثقال فابتدى يعني نتاج الخلط بين الاثنين، فسموها حتى كروس يعني بين الاثنين، وضافوا عليها طبعا تمرينات الايروبكس اللي هي زي السباحه، الجري، السايكل. هل هي تتضمن تمارين معينه من فئه معينه مثلا يجب الالتزام بها، ام انه في الواحد ينوع ويشكل مثل ما بده؟ فيها تشكيل كتير، التمرينات متنوعه، بس هم يعني ما فيهاش اجهزه كتير او ما فيهاش اجهزه خالص، يعني يمكن الجهازين اللي بيعتمدوا عليها الروينج والسايكل بس، الباقي كله اكويبمنت بسيط يعني زي الكاتل يعني التجديف والدراجه. بس خلينا نوضح الروينج اللي هو جهاز التجديف وجهاز السايكل الثابت، ده الجهازين يعني. اما الباقي كله تولز معينه زي الروب، البار، البول اب، الرينج، الكاتل بيل، يعني كابتن بوكس ممكن تنط عليه. بدك تقنعني هذا العضل كله ما شاء الله من الكروسفيت؟ لا هو يعني الكروسفيت عشان برضه نشرح، خلينا نوضح اكثر شو هو الكروسفيت. هو الجيم العادي او الريزيستنس تريننج، الليفتنج العادي، هو اللي بيعمل العضلات. الكروسفيت صراحه بيحرق دهون اكتر، بيحرق كالوريز، فاللي عاوز ينقص وزنه بننصحه بالكروسفيت او طبعا بالليفتنج العادي، بس ما بيبني عضل يعني. ما بيبنيش عضل بس بيعمل انديورنس، بيزود قدره التحمل. يعني كارديو، بينها التمرين كارديو اكثر من انه تمرينات تحمل، يعني تمرينات تحمل. حتى طريقه التمرين مختلفه، يعني في الليفتنج العادي بنعمل مثلا ست او مجموعه وبنريح دقيقه دقيقتين، اما الكروسفيت التمرين بيبقى منتظم او مستمر لمده 10 دقائق 15 دقيقه بدون انقطاع بدون توقف. بيبقى عبارة عن كذا ستيشن، كذا مرحلة أو كذا تمرين، ونبتدي نغير، بيبقى جروب برضو، طريقة التمرين مختلفة، يعني في الليفتنج بيبقى واحد معك يمكن بارتنر أو بتتمرن لوحدك، أما الكروسفيت بيبقى مجموعة 5 أشخاص 10 أشخاص، وكل واحد على تمرين أو ستيشن معين، ونبتدي نغير، بعد ما بيخلص بيدخل مباشرة على المرحلة الثانية أو التمرين الثاني. طيب واضح أنه هذا الموضوع بده الكثير من الطاقة، من نظر أنه بيحرق سعرات حرارية. بيحرق سعرات حرارية، عم نحكي كم سعرة؟ حوالي 21 سعر في الدقيقة. فبيحرق طبعا كالوريز كتير او سعرات حرارية كتير، للي عاوز ينقص من وزنه، اللي عاوز يزود الانديورنس او الاستامينا، قدرة التحمل، فبننصحه بالكروسفيت. طب كابتن، في مراحل للكروسفيت يعني؟ أكيد في البيزك او اكيد طبعا، يعني مبتدئين لهم تمرينات، وبعد كده المتوسط، وبعد كده الادفانس او المحترفين لهم تمرينات مختلفه. مده التمرين بتختلف، او كثافه التمرين برضو بتختلف. التولز اللي برضو لكل تمرين بتختلف. طيب عندما نتحدث عن اللياقه لابد من ان نتحدث ايضا عن التغذيه اللي هي عنصر اساسي اليوم. هل هناك نظام غذائي معين يجب اتباعه، او ربما وجبه معينه يجب تناولها قبل التوجه للجيم وممارسه فعلا الدايت او النظام الغذائي؟ مهم جدا للمتدرب على حسب التارجت بتاعه، اللي عاوز يبني عضل له نظام اكل، اللي عاوز يخس او يفقد دهون له برضه نظام اكل. بننصح الناس قبل التمرين ياخدوا مثلا سيمبل كارب، تديهم نشاط، تديهم قوه. مثل شو السمبل كارب؟ السمبل كارب اللي هو الكربوهيدرات البسيطة. يعني المعكرونة، الباستا يمكن؟ مظبوط، صح، مكرونة، باستا، رز، العيش، كل ده بتدي طاقة فبتحتاجها في التمرين او هتحرقها. بيقولوا انه اكل موزة قبل التمرين بيساعد كثير. اكيد ده كومبلكس كارب، ده مهم جدا طبعا. ده مهم جدا، بيدي على طول، في سكريات بتدخل على طول على العضلات فبتحتاجها يعني. طيب كم يوم بالاسبوع ينصح بممارسه الكروسفيت؟ واذا واحد ما اراد ان يقوم بتمرينات اخرى، شو هي التمرينات الاخرى اللي لازم كمان خلال الاسبوع؟ هي نقطه مهمه بس كابتن، يعني هل يجوز انه الواحد يلعب كروسفيت بالاضافه الى لعبه ثانيه؟ ممكن مثلا. ممكن طبعا، ممكن يعني كروسفيت ممكن يتمرنها مرتين ثلاثه في الاسبوع، في الاسبوع، بجانب ممكن نعمل يوم كارديو، يوم ليفتنج، يعني لازم تنوع على حسب برضو التارجت، يعني كل واحد على حسب الهدف اللي هو عاوزه، يعني اللي عاوز يفقد دهون له نظام، اللي عاوز يبني عضلات له تمرينات برضو مختلفه. النساء بيحبوا الكروسفيت، في اتجاه كبير للنساء، يعني الاحصائيه بتقول ان 60% من اللي بيمارسوا كروسفيت من السيدات، علشان ما بتعملش عضلات،
بس بترفع من اللياقة. اللياقة بترفع من الفيتنس، وفي نفس الوقت برضو بتخسس كتير، يعني بتخسس كتير وبتشد الجسم طبعا. طيب في ناس بيستخدموا مكملات غذائية كابتن، شو نصائحك المكملات الغذائية؟ طبعا بروتينات وغيرها. بروتينات ومالتي فيتامينز والحاجات الحارقة للدهون وكده، طبعا هو الدايت هو الأساس. وبننصح لو مثلا عندك يعني نقص في كمية البروتين فبتتجه لتاخد بروتين زيادة، عندك نقص في الفيتامينز بتاخد فيتامينز، بس طبعا هو مش اساسي، بس اهم حاجه الاكل الصحي، الاكل الفريش، ده اللي بننصح بيه. طيب حابين نشكرك لوجودك معنا. اذا في كم حدا مزعلني انا توقف معي برا شوي. انا معك. هيدا بالبوكسينج يمكن اكثر. المخرج طارق بدي موضوع اسامه كمان. شكرا لك مدرب اللياقه البدنيه كابتن محمود العلي، ونهارك سعيد. شكرا لك. شكرا.